المكان أبو ظبي، قاعدة الظفرة الإماراتية، والزمان أكتوبر 2018. الصوت والصورة لقواتنا المسلحة والتي بدأت أول رحلاتها لتمرين الطلعات الجوية المشتركة. التمرين يركز على رفع مستوى الجاهزية القتالية للأطقم الفنية وتبادل الخبرات في المعارك الجوية وعلى أعلى درجات الأمن والسلامة. قواتنا الجوية السعودية تمتلك أعلى الخبرات الخاصة بالأطقم الجوية والأطقم الفنية، والتي تعكس تميز قواتنا على المستوى العالمي. أحمد الله عز وجل على إتمام أول مهمة في تمرين مركز الحرب الجوي الصاروخي بدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2018. لا شك أن جميع على أهبة الاستعداد وعلى أتم الاستعداد لإتمام ما تبقى من التمرين بإذن الله. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. يستمر هذا التمرين قرابة الشهر للتدرب على جميع التكتيكات الجوية مع الدول الصديقة والدول المشاركة. منصور الجمعة، أبو ظبي.